مساء الخير، وأهلا وسهلا بالجميع في أمسية مميزة من أمسيات الخيمة الثقافية المركز المجتمعي المسكوني التابع للكنيسة اللوثرية عمان. لأول مرة أتمعن في قراءة سيرة ذاتية طويلة لكنها غنية، تتمحور حول إنجازات رجل يعتبر بحق شخصية عربية لامعة يمثل عمق ثقافتنا وحضارتنا وتاريخنا وإنجازاتنا، معالي الدكتور طلال أبو غزالة. يسعدنا ويشرفنا أن يضاء بريق هذا المكان بكم في هذا المساء الطيب، فأنتم تلك الشخصية العربية العالمية الفذة التي طبقت شهرتها الآفاق، إذ كانتم الفضل لتأسيس 80 مكتباً لمجموعة طلال أبو غزالة في العالم. معالي الدكتور طلال أبو غزالة رئيس المجموعة التي تحمل اسمكم الكريم، وهذا أعظم تليد في الوجود للإنسان الذي يسعى بجد من أجل بناء المجتمعات ويساهم في التنمية بأشكالها المتعددة، ويحترم لغة الموسيقى لغة حضارية بين الشعوب، ويسعى لصون الملكية الفكرية. دكتور إيميل حداد رح ينصب على التركيز على الموسيقى. لم ألتقي بالدكتور أبو غزالة شخصيا قبل اليوم، لكن بلحظات بسيطة في مكتبي وكأنني أعرفه منذ فترة طويلة، إذ أتشرف معكم بلقائه اليوم لأنهل وننهل جميعنا من سر نجاحه وإصرار عمله وكفاحه وتحديه من أجل إضافة قيمة حقيقية للمجتمعات المختلفة. نفخر بكم سيدي اليوم، فأنتم خير انعكاس للدور الحضاري العربي ونموذجا للشخصية العربية المؤثرة، إضافة للشهادات والأوسمة المتعددة. حاز الدكتور أبو غزالة على شهادة تقدير في العام 2012 من مجلة الأريبيان بيزنس كالشخصية العربية الأكثر تأثيرا في العالم. هنيئا لكم. ومبادرات المجموعة قيمة، لكن ما لفت انتباهي ثلاثة أمور هامة أود أن أنوه إليها. أولا، دوركم في تمكين الشباب العربي ضمن مسؤولية المجموعة الاجتماعية. ثانيا، دوركم في تصميم وإنتاج الكمبيوتر العربي الأول المحمول بقدرات عالية. ثالثا، دوركم في إطلاق المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم. وكم نحن نفتقر اليوم إلى جودة التعليم في العالم العربي لتحسين مستوى وجودة التعليم في بلادنا العربية الحبيبة. أختم بالترحيب بكم ثانية، معالي الدكتور طلال أبو غزالة، في خيمتي الثقافية العامرة، وأفتخر شخصيا بشعاركم الذي بحتم به في كلمتكم في مركز الحسين الثقافي في 24 من حزيران العام الحالي في احتفال الأوركسترا الأوروبية برعاية جلالة الملكة نور الحسين، بأنك على غرار باي مايستر سينجر باي فاغنر، عندما قلت بأنكم دائما تصنعون قواعد جديدة للأشياء الجديدة ولا تكتفوا بأن تحكموا على الأشياء الجديدة بقواعد قديمة. You do not judge new things with old rules. Rather, you make new rules for new things. هذا هو الفكر الباقي المنفتح على المستقبل المشرق بإذنه تعالى. حفظكم المولى سيدي، وأهلا وسهلا بمعاليكم في وسطنا، وشكرا لاستماعكم.
شكرا لراعي المركز القس سامي العازر على هذه الكلمة المعبرة، ونشاطره فيه اكتفاءنا بسعادة الضيف الكبير وكل هذه الإنجازات. أيها الحضور الكريم، اسمحوا لنا أن نقدم لكم في هذا الفيلم القصير لمحة عن منجزات مجموعة طلال أبو غزالة وفضائها العربي والعالمي، وهو فيلم أعدته المجموعة وقدمته مشكورة لهذا المركز تمهيدا للقائنا من بعد مع رئيس المجموعة الدكتور طلال أبو غزالة. فلنتفضل للمشاهدة.